محطتنا الأخيرة النهاردة هنزور فيها الشرقية، تحديدا مدينة الإنايات، واحدة من المدن اللي قلما تسمع عنها في الإعلام، أو يمكن السادة المسؤولين في بلدنا ما يعرفوش إن عندنا مدينة ليها توابع وليها قرى ونجوع اسمها الإنايات تبع محافظة الشرقية. عدد سكانها يربع على 100,000 مواطن، وكانوا في فترة من الفترات بيسموها مدينة العظماء. لكن رغم انها مدينة العظماء، ورغم ان عدد سكانها 100,000 مواطن، ورغم انها تبع التقسيم الاداري لمحافظة الشرقية، الا انها سقطت او سقط دايما من حسابات السادة المسؤولين. خدمات مفيش، زيارات للسادة المسؤولين مفيش، اهتمام اعلامي مفيش، تنمية وتطوير أيضا مفيش، رغم أن الحكومة بتقول أنها بتصرف. ما بين الحين والآخر كده بيطلع علينا خبر زي الخبر اللي هعرضه لحضراتكم امبارح أو النهاردة الصبح، قالك رصف طريق المقابر وإنارة الشوارع أبرز المشروعات الخدمية اللي نفذها الدكتور ممدوح رئيس محافظ الشرقية مع السيد أحمد ضاحي رئيس مدينة الإنايات، ونسبة التنفيذ في هذه المشروعات تجاوزت 92%، بتكلفة وصلت 1,100,000 جنيه. رصف طريق وشوية لمبات نور في بعض الشوارع، ده الحاجات اللي اتعملت في الإنايات خلال الأسبوعين اللي فاتوا على إيد سيادة المحافظ ممدوح غراب بمعاونة السيد رئيس مدينة إنايات أحمد ضاحي، ودفعوا كده على الترابيزة 1,100,000 جنيه بنسبة تنفيذ 100% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. ده من إجمالي تكلفة على محافظة الشرقية خلال العام اللي فات، حوالي 1,829,000,000 جنيه. 1,829,000,000 جنيه محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 16 مشروع خدمي وتنموي بالمحافظة. طيب نصيب الإنايات من 1,829,000,000 قد ايه يا سيادة المحافظ؟ قال نصيبهم 10 مليون، 10 مليون جنيه نصيب الإنايات، وصرفناهم لتوسعة ورصف شارع واحد. عارف انت اللي هو ايه؟ لما انت تصرف على شارع واحد وسعته وطورته حسب كلام سيادة المحافظ، وقال لك وسعنا العرض بعد ما كان 40 بقى 50 متر، لو احنا زودنا 10 متر في الشارع، وبالإضافة ان احنا عملنا اسفلت ولونا الرصيف ودفعنا فيه 10 مليون، احنا ما حدش بيدور علينا، احنا لما قلنا ان احنا صرفنا على الشرقية 1,829,000,000 جنيه محدش سأل وقال وديتوهم فين. المواطن النهاردة في الشرقية اللي بيفتقد للحد الأدنى من الخدمات، والحكومة بتقول إنها صرفت عليه 1,829,000,000 جنيه خلال سنة واحدة، المواطن ده لما سأل فين الفلوس قالوا له يبقى أنت ضد الدولة وضد الحكومة وضد الإنجازات، وأنت عميل وأنت خاين وتعالى هنرميك في السجن. فطبيعي لما تروح للإنايات اللي أهلها بيحلموا بصرف صحي، بيحلموا بكوباية مية نظيفة، اللي أهلها النهاردة الأراضي بتاعتهم باظت بسبب العطش لأن الترع ما فيهاش مية، وتقول وسعت طريق بعد ما كان 40 متر خليته 50 متر وحطيت عليه شوية بلاك أسود ولونت الرصيف ودفعت عليه 10 مليون، محدش هيقولك عملت إيه. طب خد الخبر ده، قالك بتكلفة 3 مليون جنيه تنفيذ مشروعات تنموية بمدينة الإنايات في الشرقية. اللي هو إيه؟ منين بيودي لفين؟ بقى أنت ترصف طريق واحد بعشرة مليون، ولما تيجي تعمل مشروعات تنموية في الإنايات تدفع عليهم 3 مليون بس؟ إيه بقى المشروعات التنموية اللي أنت عملتها في الإنايات حسب كلام سيادة المحافظ واللي المفروض يعني حلت المشكلة؟ قالك حملات لشركة مية الشرب لرفع وصلات المية المخالفة.
ده كده الحاجات اللي عملتها الحكومه محافظه الشرقيه، استمرار حملات شركه ميه الشرب بالمحافظه لرفع وصلات الميه المخالفه، لا سيما في مركز الانايات واللي تم رفع فيه اكثر من 2322 وصله مخالفه. فين بقى الانجاز؟ عملت ايه على الارض؟ حليت مشكله المواطن؟ وصلت الميه للقرى والنجوع الفقيره اللي مش لاقيه تشرب ميه نظيفه؟ حليت مشكله الفلاحين النهارده اللي بيبكوا على الزرعه وعلى شقاهم اللي بيروح هدر بسبب عدم وجود ميه للري؟ حليت طيب مشكله الطرق اللي من غير صرف، اللي من غير اسفلت؟ انت رحت رصفت طريق في مدخل الانايات دفعت عليه 10 مليون جنيه، في عشرات الطرق داخل القرى والنجوع والعزب لسه تراب بتحلم حتى بالتربه الزلطيه على الاقل. لنا قريه مثلا اهي، واحده من قرى الانايات بتعاني من انقطاع الميه، واحد من المسؤولين قال لهم هنعمل لكم محطه صرف خلال عام، وعد عام والعام الثاني والثالث، واحنا في العام الرابع دلوقتي ولسه الناس واقفين طابور بالجراكن مستنيين المحطه اللي وعد بيها سياده المسؤول، او مستنيين نقطه ميه تنزل من الحنفيه الرئيسيه اللي موجوده على مدخل القريه. قريه السطوحيه واحده من قرى الانايات في الشرقيه، الميه بتنزل لهم بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، لان شبكه الصرف الصحي في السطوحيه معموله بقالها سنين وما اكتملتش، فالميه الصرف بتختلط بميه الشرب، فالمواطن بيشرب ميه عامله زي اعزك الله يعني ميه الصرف الصحي بالشكل ده، والمفروض المواطن بيشربها. اهالي مدينه الانايات حلمهم النهارده، تخيل احنا بنتكلم في 2022 13 مارس 2022 من الألفية الثالثة، أهالي الإنايات بيحلموا النهاردة بكوباية مية نظيفة، ده في ظل الدولة الجديدة وفي ظل التنمية المستدامة وخطة البلد 2030 وحياة كريمة والإنجازات والمشاريع والتنمية والتقدم ومصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. أهالي الإنايات اللي محدش لا سمع بيهم ولا حاسس بيهم بيحلموا بكوباية مية نظيفة. متابع في مدينة الإنايات في الشرقية بنعاني من مشكلة قلة المية، وحتى المية لو جت تيجي ملوثة أو غير صالحة للشرب. المفروض المية كانت لول شديدة خالص، دلوقتي المية لو جت لازم مطور، مفيش مية طبيعية بتطلع. والدتي اللي هي دور الأرضي مفيش نقطة مية بقالها شهرين ثلاثة، عشان املالها مملالها من فوق من الموتور، ميه غير صالحه للاستعمال الادمي. لو ما كانش معانا فلوس نشتري ميه معدنيه هنموت. الميه بتنزل من الحنفيه، يعني استغفر الله العظيم يا رب. يعني البني ادم ما ينفعش يشربها اساسا. اللي يشرب الميه ديت حيوان مش بني ادم. والله العظيم انا بقول الصراحه. وساعات الميه مش توصل. هو مشكلتنا ان الساده المسؤولين في بلدنا اتعودوا يشربوا الميه المعدنيه. في بيته، في مكتبه، وفي عربيته ازازه الميه المعدنيه والتلاجه بتاعته مليانه ميه معدنيه. متخيل ان المواطن الغلبان، المواطن الفقير، الفلاح اللي عايش في واحده من قرى الانايات محافظه الشرقيه معاه كل يوم يشتري ازازه ميه معدنيه يشربها وفنطاز ميه معدنيه عشان يطبخ بيه ويملى التانك بتاعه ميه بالورد عشان يستحمى بيه، فمش حاسس بازمه المواطن اللي بيحلم النهارده يشرب كوبايه ميه ملهاش ريحه او ملهاش لون او لونها مش متغير شبه الشاي. فالمواطن عمال يقول يا خلق اهو انجدونا الحقونا، وسياده المسؤول المحافظ او سياده المسؤول الوزير او سيادته رئيس مجلس المدينه بيقول لك الدنيا ربيع والجو بديع وكفايه بقى تكذبوا وتنكروا الانجازات. فلاحين الانايات ليهم راي اخر وليهم استغاثه كان لازم نوصلها لحضراتكم، يمكن حد من المسؤولين يسمعهم. واقع ان احنا عمالين نقول تنميه الرقعه الزراعيه وبلدنا محتاجه تنميه الزراعه ونحافظ على الارض المزروعه، وعندنا مش عارف
كم مليون فدان فقدناهم. طب شوف كده أراضي الإنايات بيحلموا بإيه؟ حلموا أيضا حد يوصل لهم المية عشان يزرعوا ويشاركوا في التنمية الزراعية اللي بتتكلموا عنها. ترعى اللي بتجي اللي احنا بتطلعش مية، والبوابة عالية بتطلعش مية خالص، والأرض سبخت، والمعي قطع المية، ما عادش المعي مطلع مية. فرجاء يجي يشيل البوابة ويسركلنا الترعى ويجيبوا لنا مية للأراضي، الأرض باظة. بوابة أعلى من سطح الترعة بتاعة الجنيات 2 متر، والأراضي ملحت وما عادش في زراعة، وبعدين يجوا المعي نهته، المية خست من تحت الأرض، ما عادش المعي مطلع مية. الغريب إن الحكومة أعلنت قبل كده إنها حلت مشكلة بعض القرى ومنها كمان قرى الإنايات، وقال لك بشرى لمليون مواطن، والخبر من 2021 الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لست قرى بالشرقية بإجمالي تكلفة تجاوزت 20 مليون جنيه في أحد القرى، 9.2 من 10 مليون جنيه و17 مليون جنيه بالإضافة ل 3.4 من 10 مليون جنيه منهم قرى الإنايات، لكن ده كان في 2021. احنا النهارده في 2023، احنا حلينا المشكله في 2021، لكن ما تسالنيش بقى عن المشكله اللي بيعاني منها الاهالي في 2023. اهالي قريه الشرقيه، ودي احد القرى التابعه لمدينه الانايات، بيعانوا من طفح الصرف الصحي، والمحافظ وعدهم من 2019 انه هيحل لهم المشكله. عدت 2019 و20 ولسه أهالي عزبة الصالح أهو، والخبر بقى السنة دي بيعانوا أو بدون صرف صحي. 2019 قال لهم أحل لكم المشكلة، 2023 الناس لسه قاعدين من غير صرف صحي. ده مشهد من شوارع عزبة الصالح، مشهد من الحالة اللي عايش فيها المواطن. طب معايا كمان فيديو لأهالي عزبة أبو فرج بالإنايات، واللي بيقول لك احنا بنغرق في مية الصرف الصحي ومحدش سائل فينا. العزبة دي عايمة على مية اساسا، ايه السبب مش عارفين، لان احنا اساسا مش عارفين ان احنا مش معانا مجسات ان احنا نجس المية دي. هل مية مجاري خزانات يعني اللي احنا عاملينها، او هل المؤاخذة دي مية اللي هي بتاعت اللي بنشرب منها؟ احنا حتى ما بنيجي نشرب من المية اللي موجودة احنا دلوقتي بحدانا بنلاقيها كلها مختلطة بمية المجاري اساسا، مية معكرة جدا ما بتنفعش للشرب. اما عن الكهرباء عشان يعني نبقى غطينا بعض من مشاكل اهالي الانايات، اعمده الاناره دي ازمه بتقرق المواطنين. اعمده الاناره المايله تهدد حياه المره بالانايات، ومحافظ الشرقيه وعد بالحل، لكن مع الاسف محدش حل. ده كان حلول من بعض المواطنين ومحاوله شركه الكهرباء انها تلصم العمدان او تسندها، لكن مع الاسف المواطن وولاده بيدفعوا الثمن. مصرع الكلام ده كان في فبراير اللي فات، يعني قبل كام يوم، يوم 25 فبراير، مصرع طفل وتفحم جثته بعد سقوطه داخل كشك كهرباء في الشرقية بالإنايات. ده رغم ان الحكومة وسيادة المحافظ وعد بالحل. محافظ الشرقية النهاردة بقى الخبر الجديد بقى قالك يتفقد اعمال توسعة ورصف طريق الترعة بالإنايات، ده الطريق اللي قالك دفعنا عليه 10 مليون جنيه، رغم نفس الطريق تقريبا كل يوم بيحصل فيه حادث، إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم على طريق الزقازيق الإنايات، ده الطريق اللي إيه؟ اللي بيوصل للطريق اللي فتحه المحافظ النهاردة، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الزقازيق الإنايات بالشرقية، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية. دي طرق الإنايات، رغم ان المحافظ بيقول صرف 10 مليون جنيه على طريق واحد فقط من اجمالي 1,829 مليون جنيه للخدمات في محافظة الشرقية. اهالي الإنايات مع الاسف سقطوا من حسابات سيادة المحافظ، اما سهوا او عمدا، او يمكن زي كل الخدمات اللي في البلد الحكومة بتقول عملنا والمواطن مش شايف حاجة أو محسش، لأن إنجازات الحكومة مجرد حبر على الورق.